سبحان الله مرت بي ضائقة مالية يوم، يعني الإنسان سبحان الله ما بين طلوع ونزول، فأغلقت كل الأبواب خلاص قفلت، فلزمت الاستغفار. استغفر الله، يعني اللي يشوفي وأنا ماشي يقول مجنون كذا، وأنا ماشي ما عاد أكلم أحد، يعني سبعت اعتزلت الناس، استغفر الله ليل نهار، لكن كأني لمست شيء، تدبر الاستغفار. لقلت استغفر الله استغفر الله، انت كانك تقول يا رب اغفر لي، استغفر الله يعني يا رب اغفر لي دعاء. فانت اذا قلت استغفر الله استغفر الله يعني يا رب اغفر لي، يا رب تجاوز عني، يا رب تب علي، يا رب اغفر لي، هذا هو معنى الاستغفار. فيقول ابن القيم افضل الذكر ما واطأ فيه اللسان القلب، ما تواطأ اللسان مع القلب، يعني انت تستشعر ما تقول، هذا افضل الذكر بلا يعني، حتى اللسان، حتى الذكر يعني باللسان فقط برضه ان شاء الله مجرى على الانسان. لكن اكلمكم على الشيء اللي جرى معي انا، فصرت استغفر الله استغفر الله استغفر الله يعني اسبوع او اقل. حتى اذكر اني مره من المرات كنت جاي من الطائف الى مكه، هذيك الليله اللي مره سبحان الله، وافرح والله كنت رايح مشوار، افرح اذا ما حد خواني، اذا راح جاء احد من السياره يزعجني ابغى كذا اروح لحالي من الطائف الى مكه، وانا بس استغفر الله استغفر الله، ولا وصلت دقيقه. توفيق من الله. اصبحنا يوم عرفه، اصبحنا يوم عرفه، والله يا اخواني ما ازل عليكم بكلمه. يوم عرفه طبعا بعد صلاه الظهر تغديت وكذا في البيت، طبعا اظن كانت كورونا، كان ما كان في حج، اول سنه في كورونا ما كان في حج، ونحن على مكه بفضل الله الحج كل سنه الحمد لله. هذه السنه ما حجينا،